بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته صلاة وسلاما لا يقطع مددهما. اللهم اني اسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك من كل ما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زمان هذا وإحداق الفتن، وتطاول أهل الجرأة علي، واستضعافهم إياي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع، وحرز حصين من جميع خلقك، حتى تبلغني أجلي معافى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء والأعزاء في كل مكان سعيدة بلقيكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله فائدة بثلاثة آيات قرآنية لهداية الذرية وصلاحها فنحن اخوتي في الله في زمن الفتن والملاهي والكثير منا يشتكي من فساد اخلاق ابنائهم وانحرافهم وعصيانهم لوالديهم لهذا انصحكم بهذه الفائده الرائعه بايات من كتاب الله تعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فداوموا عليها بالطريقه التي ساشرح وراقبوا في صمت ودهول اثرها وتجلياتها التدريجيه على سلوك واخلاق ابنائك وهنا اركز اخوتي على ان نتيجتها تاتي تدريجيا وليس دفعه واحده فعلى قدر ما تداوم عليها من الايام والشهور ستجد العجب العجب من الهدايه في ابنائك وصلاح حالهم وايضا من طاعتهم لك وطريقة هي سهلة وبسيطة وليس فيها أي شرط خاص سوى اليقين بالله جل وعلا وإخلاص النية. فإنك بعد كل صلاة فرض وحتى إن أردت أن تقرأها بعد النوافل فيمكنك أن تقرأها، فبعد أن تنتهي من صلاتك ومن تسبيحاتك ومن أذكارك وما اعتدت أن تقرأه بعد كل صلاة تقرأ هذه الآيات الثلاثة. كل ايه تكررها سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. وهي الايه الخامسه عشر من سوره الاحقاف، ثم الايه الثانيه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. وهي الايه الرابعه والسبعون من سوره الفرقان. ثم الآية الثالثة وهي: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وهما الآيات الثلاثة ثلاثة وثمانون و وتمنون وثمانون من سورة الشعراء. ثم بعدها تدعو لنفسك ولأبنائك بما شئت من خير الدنيا ونعيم الآخرة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم وإخلاصكم للقناة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته